السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ده الحلقة ديت عن تجهيز الأرض لزراعة الذهب الأبيض اللي هو القطن المصري. والقطن المصري ده واخد شهرته، حتى القشرة بتاعت البذرة بتاعت القطن المصري ده بتستخدم في العجل، إطار الإطارات اللي هي العجل بتاعت الطيارات. شوف يعني حتى القشرة بتاعت البذرة بتاعت القطن المصري. فالأول خالص بيحرطوا الأرض، شوف الجرار هو بيحرط، بياخدها كم وش. وطبعا الناس اللي ورا دول بيتقلوا من الحمل شوية علشان بياخدها كم وش، يطلع الدود والحشرات من الأرض. شوف سحاب الأرض اسمها مهادة. ده بياخدها كم وش هوت، وحاطين عليها سوبر اللي هو يعني زي البودر كده، عشان لو حشرات ولا حاجة بيطلع الدود وبيطلع الحشرات من الأرض. بياخدها كم وش، هما حرطوها ودي يعني تقريبا كده تالت وش ليها. بيبقى مهرجان التمهيد او استقبال زراعة الذهب الابيض اللي هو القطن المصري ما شاء الله. الميكنة الزراعية غزت الريف المصري اللي هو الجرارات والمكن بتاع الري، راح فيه صوت كده في الريف المصري اللي كان هادي. بس هو ده طبعا سنة الحياة. ما بيبدلوا ما هو. شوف ابو قردان صديق الفلاح، لو فيه دودة او حشرة او حاجة بتروح طالعة، ابو قردان يختف على طول، بينقي الدود والحشرات من الأرض، ولذلك بيسموه صديق الفلاح. هم راحوا ثلاثة، هم تراكبين بعد ما كانوا اثنين. زراعة القطن المصري دي صعبة، مشقة. نأمل اللي يكون تمن السنة دي كويس يعوض المزارع عن التعب اللي شافه. طبعا الأرض اللي جنبيها دي برسيم لسه برضو هيجهزوها، بس دي هتبقى رز. يعني الموسم ده موسم حصيدة، كله بيشتغل، اللي بيشتغل في القطن المصري واللي يعني تمهيد له لزراعته. ولسه ده تجهيز، فضل شوية برسيم. طبعا المواشي يعني احنا في اخر موسم البرسيم، والناس اللي زرعت قطن مصري او لسه هتزرعه هو بتستقبل الارض عشان هتزرعه، بيمهدهم لزراعة القطن المصري. يعني بيكونوا محشوا البرسيم بتاعهم وعملوه دريس للبهايم وبدأوا، لأن القطن زرعته بدري عن الرز. كل حاجة عاوزة استعداد، وكل حاجة عاوزة تمهيد وجهد. شوفوا صاحب الأرض
بيجهز ما بين دي اسمها حدود، حدود ما بين القطن وهيبقى الرز ان شاء الله. عمال بالكوريكه وبينظف الحشائش من المصرف، لان المصرف ده هو اللي بياخد اللي بيصرفوا فيه الميه بتاعت الرز وبتاعت القطن، والمزارعين بيحترموا من الحدود ديت. فهو كل بين زرعه وزرعه ينظفهم اللي الحف من الحشيش والحاجات، كانوا زارعين على فلفل وزارعين حاجات تانية، توم وبصل على الليلحف، خدوها طبعا وحصدوها في الموسم الشتوي، فاحنا داخلين على زراعة الموسم الصيف، الزراعات الصيفية. فهو ممكن يزرع برضو ايه على فلفل البهايم في الصيف، بتحل محل البرسيم، يعني على فلفل ده بيبقى ممتاز للبهايم. فهو بيجهز برضو الليلحف هيت علشان هيزرع ان شاء الله على فلفل. يا ريت ضغطة لايك حلوة الأول كده. شوف انتقلنا اهو بعد كام يوم، انزرع في الخطوط دي اسمها دي هندسة زراعية. شايفين الخطوط ما شاء الله هندسة، عملوا الأرض بعد ما الجرار عملها، عملوها خطوط وزرعوا القطن المصري. القطن انزرع ما شاء الله بذور كده، يعني حبة بحبة كده لحد ما خلصهم الخطوط دي كلها في يوم. شايفين شجر الصفصاف الجميل ده؟ والأرض التانية ديت انزرعت وتروت، لكن ديت لسه المية هيت ايه، يعني عشان البذرة ترطب شوية. دي اتروت، تفضل المية يعني في كده يومين ثلاثة على ما البذرة ترطب وتنمو، تنبت كده في المية دي ان شاء الله. والاراضي اللي هي التانية اللي حواليها دي لسه برسيم برضو، والأراضي يعني النمرة دي كلها تقريبا كده هتبقى أقطاع، واللي برسيم حاجات بسيطة هي ديت هتبقى رز إن شاء الله. قطن المصري ما شاء الله بيبقى حاجة، يعني منه الملابس وزيت بذرة القطن. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.